السلام عليكم المرضي. قولي لنا سميتك كامله. اسمي ديال اسمي ديالك كامله. انا كرود سفيان. كرود سفيان. كرود سفيان. والدري ولدك سميتو كرود محمد. كرود محمد. محمد كرود. قول لي يا خويا سفيان، غنسولك بعدا. اول حاجه، كي درتي انت تعرفتي على هاد الجمعيه ديال شيوات بلادي؟ شيوات بلادي ودخل، انا درت واحد الفيديو هكا لولدي اللي مريض وما عنده باش نداوي، ودرت واحد الفيديو وسردوه الناس واحد الجمعيه هنايا مزايو وسردوه. داكشي صافي، غير على حسب درتي داك الفيديو من تماك عرفتي ديك الجمعيه. ما عرفتش، انا عرفو غير نعيطو ليك. هما عيطو ليك وصافي، هما شافو الفيديو. عيطو ليك سهام، ياك سميتي سهام النوري. سهام النوري هي اللي قالت له ودي راه وقفت معايا مسكينه، الله يحمي الوالدين. واخا غنوصل ليها ان شاء الله. كنتي ذكرتي في واحد الموقع الكتروني، شكرتي واحد البنت اللي سميتها سميه عنوري. شكون هاد سميه عنوري هذه؟ فيها يعني هذيك ودي اخويا غلطت فيها انا باش نقول سهام عنوري. اذا باغي تقول سهام عنوري قلتي سميه عنوري. سميه عنوري هي هادشي سهام عنوري اللي كنتي باغي تشكر. هي اللي وقفت معاك، ما كانش شي سميه اخرى ولا سهام اخرى. لا، السهام هي اللي. ودابا انت شديتي الفلوس ديالك؟ شديتها ودي اخويا. شحال الفلوس اللي شفتوا لك من هولندا؟ انا المال اللي رفدت 9 مليون اللي عندي في البنك و200. 9 مليون و200. سعاد مليون و200 و480 درهم. الله يهنيك. هي اللي لقيتي. سعاد مليون و200 و480 درهم. الله يهنيك. دابا هذا الدري ولدك منين مريض بالضبط؟ في الراس ودي خويا. علاش هذاك الشيء اللي عنده في راس مسكين؟ وما قالولكش الاطباء باش مريض ولا شتا عنده ولا؟ كيقول لك راه عنده تشوه في الراس، عنده الماء في الراس. عنده شي عرق ما كيفوتش الماء. قالوا لك عنده العلاج ديالو. كيقولوا لي عنده العلاج ديالو. وانت كنت سبق لك قلتي بانك ديتيه المليليه و ما بغاوش يقبضوا لي. واش من سبب اللي ما بغاوش يقبضوا لك؟ واش بالنسبه على حسب الماده ما عندكش ولا كيفاش؟ باش على الماده ما عنديش. قال لك اودي خصك تديه للربواط. قال لك هنايا كنا كنديهم هنا وكيسمحوا في ولادهم اللي في الخارج، فهمت؟ كيسمحوا في ولادهم ويخليوهم على هذاك الشيء، ما بقاوش يديهم. وما فكرتيش تصل بشي جمعيه في مليليه باش انهم يتلفوا بولدك؟ اتصلت والو خويا، دبروا لي واحد شي ناس، شي واحد النمره ما كاين والو، ما عيطوش. قالوا لي غادي نعيطوا لك، عطينا واحد اليومين ما عيطوا ليش كاع. ودابا من نهار فاش شديتي ديك البركه اللي جات لك من صحه شهوات بلادي، من الرئيسه ديالها اللي هي سهام عنوري اللي معروفه بالكرم ديالها ومعروفه بالاعمال ديالها الجمعويه والخيريه، كي جات لك ديك المبادره كي تحسست مع راسك من شديتي ديك البركه ديك 9 مليون و200 و480 درهم؟ اللهم لك الحمد لله خويا، كنا قطعنا الياس ودابا ربي الحمد لله كاين. دابا جات لنا شويه رحمه باش بنادم جات فيه شي الاخر، ما كنا قطعنا الياس. دابا الحمد لله عندك باش تجري على ولدي. اللهم لك الحمد عندي باش نجري على ولدي ونداويه. مو انا الاول كنت قاطع الياس، كنشوف فيها كما عندي قدره، ما غير جورني عندي جبزاوز. ما عندك جوج وليدات؟ عندي بنت وولد. والبنت كبيره على هذا بعد؟ لا صغير. صغير على هذا الدري. شحال عنده؟ شحال في عمره هذا الدري؟ عنده شي عام و 4 اشهر. عام و 4 اشهر. وارد بنت تلوى من الله رب العالمين يشافي ان شاء الله. امين. واخا قول لي، غتقول لنا واحد الكلمه في حق هاد الجمعيه ديال شهوات بلادي. واش غنقول لك؟ نشكر هاد الجمعيه ديال شهوات بلادي، اللهم الحمد لله عليهم ودي خويا، الله يزيدهم الخير. راه زعما واش غنقول؟ واحد كنحس بواحد الحاجه، شي حاجه كبيره بين عاونوني في هذا الشيء. وهذه هما انا راني كنت قاطع الياس. كان سبق وقف معاك شي حد بحال هاد الصحه ديال شهوات بلادي ولا اول مره هي هذه؟ لا اول مره. اول مره هي هذه؟ اي اول مره هي هذه خويا، الله يخلف عليهم. واش غادي نقول؟ وشي كلمه غتقول ليها، غتقولها لنا في حق الرئيسه ديال جمعيه شهوات بلادي اللي هي سهام عنوري، وهي بالفكره انه سهام عنوري بنت جايو وساكنه في بركان وعايشه في هولندا. شي كلمه في حق هذه البنت هذه؟ واش غادي نقول لك؟ الله يكثر خيرها والله يخلي لها شي وليدات، الى عندها شي وليدات الله يطول عمرها، هي اللي وقفت معايا في هذا. عندها واحد الوليد تا هو صغير وقتك سميتو سي محمد، رب العالمين يدير فيه البركه. امين. ويكون بحال مولا احسن من معاذ ولا اكثر من معاذ. الله يخليه، الله يخليه لامه انتو. واش غادي نقول؟ الله يطول عمرها في هذه العواشر هذه، والله يخلف على كل واحد اخويا اللي عاوننا بشي. ودابا انت الدري ولدك كتفكر انك غداوي هنا في الناظور ولا غدير الرباط؟ دينا بغيت ندير الرباط، ما هنا ما عندهم ما ما عندهم ما يديروا في الرباط. بغيت ندير كل كان ندير مليلية حسن. إلا كيقولوا لي مليلية راك تشوف مع القوار وهذا كيداوي مليح. ما دابا الحمد لله الفلوس عندك باش تغادي باش تشري على ولدي. باش نشري على ولدي
وإلا ما كاين والو ملي غادي ندير نطلبوا من الله الكريم يجيب لك الشفاء اللي عندك ويكون بخير ان شاء الله وغيداوى وغيكون مزيان ان شاء الله وغيكون غيهز عليك هاد الضعف اللي راك فيه دابا غير الفكره وكان دابا حيت حنا جينا لعندك حتى الزايو كان كتشارك في واحد العروبيه بعيد الحال بزاف غير انت باغي نسولك انت الخدمه ديالك فاش خدام؟ خدام جورني جورني صافي مره خدام مره ما خدامش مره ما خدام ودابا كاع هاد المسافه هادي ملي غتخسر تخرج الزايو ملي تمشي للموقف فين غتقلب على خدمه كي غتبدا تمشي على رجلي مثل هاد رجلي ودي خويا وما تجيلكش بلا الحاله بعيده واش غدير ما لقيناش يقدر رجل تزاوز وهادي واش غتخليهم بالجو؟ لا خدم بالسيفه ودي خويا سيرا يتخدم على الاولاد راه بزاف دابا كوما مريت هاد الولد وهادي انت كتشوف الحاله كي داير ايوا طلبوا من الله الكريم يجيب لك الشفاء ويزيد لك ولدك وغيكون مزيان ان شاء الله اللهم عليك مادام دابا عندك باش غتجري عليه بعد البركه والله يكثر خير المحسنين اودي خويا واش غادي نقول اللهم عليك الحمد دابا هاد حد شهوة بلادي وخصوصا الرئيسة ديالها اللي هي فيها مع النوري فيها مع النوري هي لك الترخيص شهوة بلادي والله طول عمرهم والله يزيدهم الخير ودي خويا دابا هادي ديري ولدك شحال هو مريمسكي واش هكا تزاد ولا غير والله ما زادش هكا ولا شي 3 شهور في الجزيره ديالو وانا صغير كنت سبقتي باقي تجري عليه ولكن ما عندك باش تجري عليه ما عندي باش ندي دون الناظور والحساني فما ما عطاونا لا وقت لا والو هنا والو شنو نقول وبالنسبه للبطاقه ديال الرميد عندك بطاقه الرميد عندي و وما بالنسبه وعندك بطاقه الرميد وما داروا لك والو ما داروا لي والو عاد قالوا لي تخلص الفلوس عاد مين كنت قابض به 17 يوم ديال القامه فما قالوا لي تخلص الفلوس وكنت قابض به 17 يوم في نص في حاجه في 17 يوم اللي جيت عام الاول في رمضان 17 العام اللي فات زعما في النافذه اللي فات رمضان بعدا بحال هادو 17 يوم اللي جبت تما وقلت له عطيني شي ورقه نديه لمليليا ولا انت على كيقول لك واخا ديتها للميريكان بحال كيقول لك ديها للدار وهاي يموت الاعمار بيد الله ما عندك لا كل ما يقول لك لا هو ولا شي حد اخر دابا الحمد لله الفلوس عندك اللهم عليك تجري على ولدك تمشي الدواء ان شاء الله دير الخير في الفلوس واه يا ودي تمشي دير دوار لولدك وراه كاينين المحسنين ان شاء الله الرحمن الرحيم اللهم عليك حنا نطلبوا من رب العالمين انه يداوى قبل ما يتخلوا لك الفلوس اللي عندك ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حفظكم هو واقفين معنا الله يشجعكم حنا غير جينا على حساب الجمعيات هاد الشهوة بلادي باش اننا نسجلوا هاد الفيديو هادو باش الناس اللي ساهموا مع الجمعيه يعرفوا بان الجوج ديالهم راه وصلوا شكرا اسيدي الله يكفر خيرهم الله يحفظهم الله يجعل ربي يكون معاكم ومعاهم دابا راه دعي شويه في هاد العواشر هادو مع الرئيسه ديال الجمعيه اللي هي فيها مع النوري راه هي اصلا بنت زيو راه ساكنه في بركان ودابا عايشه في بولندا نعرفوها ندعيو معاها شي شويه رب العالمين الله يجعل ربي يحفظها الله يجعل ربي يكون معاها الله يجعل ربي ينورها يا ربي ينورها وينوركم الله يحفظكم الله يكثر خيركم الله يجعل ربي يكون معاكم ومعنا ومع المسلمين جميعين اسيدي الله يكثر خيركم انتم واقفين معنا ربي يوقف معاكم ان شاء الله واللي يدعم سيدي وحنا نشوفوا فيه ما لقيناش ايوا دابا الحمد لله راه كاين الناس اللي يشوفوا عندكم الحمد لله يكثر خيره وشكرا الحمد لله بارك الله فيه الله يشجيكم وينقركم هذا ما نقولوا لك سيدي فالجورنا سيدي ما كيجبروش